إذا لمزيد من المتابعة بينضم لنا إلى الآن من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز جي أس آن للأبحاث والدراسات. أهلا بك ومرحبا. يعني بداية سيد آصف، يعني طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المساعد السابق لقائد مجموعة فاغنر يفغيني بروغوجين بتدريب متطوعين للقيام بمهام قتالية في أوكرانيا. برأيك إلى أي مدى ممكن أن يكون هذا له تأثير على ساحة المعركة في الحرب ضد أوكرانيا؟ نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. سيدتي، فيما يتعلق بفاغنر، يعني الأنباء على أنها بدأت تستعيد يعني نشاطها في أوكرانيا منذ أسابيع، يعني في خرسون وفي باخموت بدأت بعض المجموعات من فاغنر نفسها بالعودة إلى ساحة القتال للقتال هناك. مجموعة فاغنر ضرورية في هذا النوع من الحروب. هذا النوع من الحروب يعني هو حروب عصابات، أقرب إلى حروب العصابات، والمجموعات المسلحة عادة لا تخوض يعني لا تخوض بالأحرى يعني عمليات عسكرية كبيرة، بل عمليات محلية محدودة، قتال مدن وقتال شوارع وما شابه ذلك. وروسيا بحاجة إلى هذا النوع من المجموعات. لذلك الرئيس بوتين وجه بتعيين أندري تروشيف، وهو كان يعني المدير التنفيذي لفاغنر، والآن أصبح يعني هو المدرب لهذه المجموعات. والحرس الوطني نفسه في روسيا هنا أعطي الأوامر بأنه يعني يمكنه تشكيل مجموعات متطوعة للقتال داخل في أوكرانيا نظرا لحاجة الجيش لهذه المجموعات. الجيش مدرب تدريب كلاسيكي يقوم بعمليات عسكرية واسعة النطاق، أما هذه المجموعات فيعني قتال شوارع وقتال عصابات بشكل أساسي. الجانب الأوكراني يعني تعليقا على هذا على هذه النقطة بالتحديد يقول، قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أن مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يعني عودتهم إلى شرق أوكرانيا للقتال ليس لها تأثير على ساحة المعركة، وأن تقارير عن عودتهم بالأساس بتهدف إلى تشتيت الانتباه عن ما قامت به الجانب الأوكراني حول استعادة قريتين في منطقة باخموت. سيدتي، هذا الكلام غير صحيح. يعني نحن نعلم جيدا ان هذه بدات ما يعني المشكله ان نفسها مجموعه فاغنر تشتتت قليلا في الفتره السابقه، قسم ذهب الى بيلاروسيا وقسم يعني وقع عقود مع وزاره الدفاع وقسم استقال وترك العمل العسكري بشكل نهائي، ولكن يتم استجماع هذه القوات الان رويدا رويدا. ونحن نعلم جيدا انها بدات يعني تستعيد بعض المواقع في تحديدا في خرسون. القوات الاوكرانيه تحاول يعني بالاحيان التغلغل عبر بعض الجزر الموجوده بالقرب من مصب نهر دينيبر مع البحر الاسود، ووظيفه هذه المجموعات صد هذه القوات الاوكرانيه. يعني لا، هذا الكلام غير صحيح. يعني هذا كلام عن عوده باخموت، عن عوده عفوا فاغنر الى القتال في اوكرانيا، يعني بدا منذ عده اسابيع كما قلت، والكلام الاوكراني هو فقط ل يعني الاستهلاك الاعلامي على ما اعتقد.